مش بره الضوء، ده جزء من حاجات كتير. هو الضوء وتحويل الضوء متحول الى
وفن فيزيائي، لكن ممكن نحن نتطرق الى تطبيقه الوان كيميائيه الاكريليك وضغوط القلم وكل شيء يعني. كلها مراحل. عامله زي اللوحه الفنانه المشهوره اللي هي بتاعت فتاه تنزل الدرج، نفس السلالم ونفس الحركه بتاعتها بس من غير الفتاه، السلالم من غير فتاه. من غير سلالم كمان، هي مدي شوف سلالم. اهم حاجه في الخطوط المستخدمه اللونيه اللي موجوده هنا اهوت عشان تحصر لي البؤره بتاعه العين. عشان هو العين هي اساس اسقاطات الضوئيه. زي ما مكتوب زي بوست كده زي انديا فوق. ايوه على الطابع. ممكن هو راح صار ممكن ده سري هندي، ده سري هندي يعني هو اتأثر بزيارة الهند عمل حاجة زي كده. ده حد ايطالي برضه. اتفضل معانا يا دكتور ايهاب، اتفضلوا يا دكاترة معانا يا اساتذة، اتفضلوا معانا. شكلكم مستمتعين ومتصورين في هو العلم بحد ذاته في ايه؟ دي حافظة الواحد ان هو يبص ويتأمل ويشوف علشان يطلع حاجة كويسة. ده أرضو دايركتور فوتوغرافي ديبارتمنت اوف انترناشونال ارت انستيتيوت يورو. ده تصميم دكتور عادل ولا ده سلم؟ نعم ده تصميم ولا تصميم؟ ده تصميم هو في صورة فوتوغرافية بس في إضافة عليها. هو بعد كده عامل الديتيلز اللي موجوده هنا مش كده؟ لا مش كده. طبعا الصوره زي الصوره دي موجوده في الثانيه زي الاسبانش ستيرز اللي هي الحته بعد النافوره اللي كان بيتصور فيها فيلم دي انا شفتها في تركيا. السلم المنور السلم المنور ده شفته في تركيا وشفته في تونس. دي موجوده في ايطاليا وانا شفتها في ايطاليا. دي المنطقه دي وانا شفتها في النوبه. يعني هو ما لعبش هنا خالص. شفت عندنا اصلا النوبه عموني ولا حديث؟ لا حديث بس مع يعني حته مجددينها وملونين السلالم بنفس الاسلوب وفيها الاشكال الهندسيه والمجموعات اللونيه التراثيه بتاعت زمان فشكله حلو جدا يعني. تونس غايه برضه الستايل ده. ايوه خصوصا اللون الازرق عشان تحملها على البحر فبيلونوا الازرقات. ده كمان رسم دي واحده زي ده رسم يا دكتور. ده رسم مش تصميم. ده رسم رسم على فكره مش كل بس هو ده موديل النحت. موديل النحت موديل قسم النحت في اوروبا كناشونال ارت. بس ده رسمه وزيت. في زيت. ايوه في اكريليك. واصلا احنا مصورين بتاعتهم كانت نازله تطبع على الجنيه وانا ملزوم انا من فده عامل تأثير بس مقاسم
I'm gonna send it to you.